والآن نتحول إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشرة التاسعة مع سارة نجيب. إليك سارة. شكرا لكما ريهام ودينا. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة. أصدر سلطان سلطنة عمان السلطان هيثم بن طارق مرسوما بالتصديق على اتفاقية بين مصر وعمان بشأن إزالة الإزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها. كانت مصر وسلطنة عمان قد وقعتا في 22 من مايو الماضي على الاتفاقية إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية، وذلك على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصرية العماني الذي عقد حينئذ في إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر. أكد وزير البترول طارق الملا أنه يتم تعزيز دور غرف عمليات متابعة توزيع المنتجات البترولية حرصا على تعظيم الاستفادة من التقنيات والبنية الرقمية المتطورة كعنصر أساسي في المزيد من إحكام الرقابة ورفع كفاءة التشغيل. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية، حيث أكد الوزير أن الرصد اللحظي الدقيق للمنظومة والأرصدة المستودعات والمحطات على مدار الساعة يساعد على ضمان توفير الاحتياجات المطلوبة منها في كل منطقة جغرافية. أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الإصدار الثالث من مبادرة كلام في الاقتصاد التي تتطرق إلى ملف توطين وتعميق الصناعة المحلية في مصر، وأشار الإصدار الجديد إلى أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي بمصر سجلت ارتفاعاً بنسبة 21.4% لتصل إلى نحو 1252 مليار جنيه. يأتي هذا في ظل التعافي النسبي لقطاع الصناعة التحويلية والجهود الحكومية المبذولة لدعم أداء القطاع الصناعي في مصر والتغلب على عدد من التحديات التي تواجه القطاع. أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو القطاع الخاص في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر، فيما أدت زيادة أسعار الفائدة والتضخم المرتفع بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة. يأتي ذلك مع إعلان الحكومة البريطانية عن إجراءات لمساعدة أصحاب الرهون العقارية بعد ارتفاع تكاليفها جراء زيادة أسعار الفائدة، مثل زيادة مهلة عدم السداد والسماح للعملاء بتسديد خدمة الدين فقط ل6 أشهر أو تمديد مدة الرهن لتخفيض الدفعات الشهرية. ختام جولتنا الاقتصادية للتاسعة، والآن عودة مرة أخرى إلى ريهام ودينا. إليكما. شكرا سارة.